فلنتصور جدلا أن حي من الأحياء وفي تاجر يبيع لهم المواد الغذائية، صاحب بقالة، وتموا اللي نصبح زايد عليهم الأسعار. قام واحدين يتعايطوا يقولوا هذا منادم يغشنا وذا ما يصح، وتذمروا عليه ويتنمروا ويحاولوا بكل الطرق يتهجموا عليه. قام واحد وجاء وقالوا يا أخي أنت علاش تزيد الأسعار؟ قالوا يا أخي الأسعار زادت في الباتي كاملين، وزادت حتى في سوق الجملة اللي نقبض منه البضائع. وذهب شخص وتحقق منها ورجع للناس وقال لهم روالكم فعلا هناك زيادة في الأسعار، هذا الرجل ما قام به ما في شيء يعني مخالف الأخلاق ولا للقيم ولا في غش. فقاموا واحدين يتعايطوا عليه ويقولوا انت مع رفع الأسعار وانت مع شين، قالوا الإضرار بمصالح الناس، وانت مؤيد مول البوتيك، انت اكيد مول البوتيك متعامل معاك. هذا ما هو منطق، ما هي طريقة منطقية ولا منصفة. هذه هي بالضبط تقريبا تشبه الحالة اللي احنا فيها، ضرب في الأسعار. الأسعار كل أحد يعرف أنها على المستوى العالمي مرتفعة، ومرتفعة بشكل جنوني. وأي حد قبل من وقت وخمس دقائق على الشيخ جوجل وعد البحث عن الأسعار الدولية دو يجبر معلومات فائضة، ولعاد مقدج وتعبان يرجع لصفحتي أنا. أنا نقبل الأخبار من مواقع هذا، ندير صورته، نقبل هذا من الجزيرة، هذا من شنقالو فرانس 24، هذا من الرويتر، هذا من الموقع فلان، نصورهم ونديرهم إياك. الناس قاع ما يتعبها هذا كامل، ويشوف ويعرف هل فعلا احنا هون نتعرضوا لظلم ماحق والإهمال والظلم شديد، أو هذا هو فعلا مشكلة عالمية. طبعا هذه واحدة من مشاكل كورونا اللي لا تنتهي، من المصائب اللي جابت للبشرية، وأسبابها عديدة. أسبابها أولا النقل في العالم تضاعف حوالي 3 مرات، وإحنا طبعا أكثرية ما نستخدمه جاي من الخارج بشكل كبير. بمعنى شنو؟ معنى الأسعار تضاعفت في النقل بشكل خيالي، والنقل جزء كبير من اللي يحدد السعر. الشيء الثاني المواد نفسها زادت، معناه أن الزيوت خلق فيها زيادة جنونية في العالم، الأرز، القمح، المشتقات الزراعية المختلفة، ذا كامل خلق فيه زيادة. طيب يجي واحدين يقولوا لك هون يا أخي زاد هذا، علاش يزيد علينا احنا هون الحمل اللي هون؟ بديه اللي نزيد الأسعار. علاش يزيد الحوت؟ بديه اللي نزيد الأسعار المنتجين تزيد تكاليفهم وتزيد معيشتهم، ومن الطبيعي انهم يرفعوا الأسعار. هما المنمي يوكل ويشرب ويشري احتياجات، اللي تزيد احتياجات وتزيد تكاليف، يعود لابد من يعوضها من خلال هذا. نفس الشيء يخلق المنمي، يخلق الصياد السمك، كل شعار عليه بالطبيعي انه لا يزيد السعر، ياك يتم سالك فسالك يعني ما تعود القضية عليه بخسارة. إذن القضية الحقيقة ذي الهجمة اللي معدلة وذي التعبئة اللي معدلة، والتعبئة فيها شيء غريب إنها ضد الناس اللي يتكلموا عن الحقيقة، معناها لين يوقف رقاش ويقول أي معلومات عن ذا النوع يبارك معه، يتهم مختلف التهم ومختلف هذا. متخيل البعض إنه يستطيع أن يقمع الرأي الآخر، إنه ينفرد بالجهلة وينفرد بالغوغاء وينفرد بالرأي العام، يعدلوا كيف ما يبقي باش بالناكلين تتكلم ضد اللي ندورانا نهاجمك. نقبل قزي إلكتروني، قزي من مجموعة من عيادة عدياس، منها اسماء مستعارة اللي تخلصوا صفحاتها تجبروها ما فيها شنقالوا صداقات كثيرة ولا فيها منشورات، يلرقاش واحد فاتح عدة حسابات وعيادة عود شي من الناس شي من تفرغ لهذا، يخلص عليه، يشتغل عليه شغلته، ويتبارك معي، يهاجم الناس، يدور إياك، يخلق رعب. طبعا بعض الناس ضعاف الأنفس تستجيب له، كلها يبرك ويسكت، وإياك تبقى الآخر رأي يقول لك أنا ما نعرف أنه ما وحد. طبعا أنا شخصيا ما ندور شعبية، ماني إن شاء الله
ناوي ايش قالوا باطن ماني ناوي اني نترشح لشي ضرك بعد في الافق قطع انا يعني شعبيه ما ندورها ولا قطعت ندور. انا تكلمت عن الشيخ الرضا هذيك الساعه والله الا نفكر نمشي في بديه تخزرني الناس تشوف العدائيه في حاجه اللي مره ندخل على بليده كيف محل تجاري يسلم ما يرد لي حد السلام هذا يحارب عدو شيها منادم عدو الله ورسوله دور الشريف المحقق يدور يآذيه وكذا هذا خلق لي في زمن معاوية اللي كنت ضد معاوية اسمنا هلي بشاكني قاع مجنون ما هم عدليني قاع في راسي اني نعود ضده في زمن محمد بن عبد العزيز ياسمنا حتى أصدقاء مقربين خسرتهم وحتى ياسمن الخلق يقول لك هذا شين قال هذا حقود هذا مريض هذا واقع له واقع له هذا الحسد والعياذ بالله ويمشي أشياء من ذا القبيل معناها ماذا ذا لا قديت تجبروا في واحدين لا أظن أني أنا قبال لا نعود منهم شيء آخر المضحك مالي أنهم يحاولوا هذه الفكرة يسقطوها للقوة السياسية الأخرى المعارضة الموريتانية متفهم الوضعي في معظمها شخصيات سياسية شلا يقولوا لك هذو الناس لا يقولوا لك هذو رتشاو طبعا هو المرتشي والإنسان الضعيف النفس كل شيء عنده يسقط على الآخر هذا قانون من قوانين علم النفس المعروف إن قالوا الإسقاط كل شيء يفسره بذاك اللي نقره هو شتو المرأة اللي تتعاطى السحر كل شيء تفسره بالسحر نتقولها أي حدث حتى محمد والعبد العزيز نتقولها قضيته مع المعارض نقول لك ساحرهم المرتشي وضعيف النفس والخسيس لا هي مالي يسقط خساسته هو على الطبقة سدول الكولة شوابين اللي يفرقوا حياتهم في المعارضة واللي فرقوا حياتهم واللي خسروا صحتهم والناس اللي واجهوا بشجاعة وذا كامل هذا كامل لا يختصره لك في المرتشا والمجتمع كامل موريتان كامل أرتشا كون احنا هذو هذا مضحك هم من هم من يتبحثوا فيهم هم دو تعرفوا تجبروا شو من المضحكات والأمور والسخافات اللي لا ينتهي هم الحقيقة اللي نقول لكم الرواية هي الرواية شنو هي الرواية بسيطة هناك ناس تحاول أنها تكرر سيناريو اللي يعدل للمرحوم سيدي ولي الشيخ عبد الله سيدي ولي الشيخ عبد الله خلقت له أزمة تلاطم معاه اللي هي أزمة الغذاء العالمي ذيك الساعة ارتفع القمح بشكل كبير حاجة اللي من 300 دولار إلى قريب والله 200 وش من دولار إلى 500 دولار وارتفعت المواد كاملة وعدلت له تعبئة منظمة مبارك معاه بشكل منظم كان وراء محمد والعبد العزيز وتفاعلت معها القوة السياسية المختلفة وللأسف لم يستطع أن يستوعب المعارضة فشين قالوا دخلت أمه اللي في نفس السيناريو التعبئة ضده إيه عقب عادة التهيئة في النهاية الانقلاب انقلاب عسكري طبعا الناس متخيل اللي نفس السيناريو اللي يتكرر مع محمد والقزم طبعا في اختلافات الاختلاف الأول أن السيد المرحوم سيدي ولي الشيخ عبد الله المعارضة وقفت ضده هذا المعارضة أكثريتها متفهم الوضع الخدعة عندي أنا ملت منها ما كانت مستعدة تنشر لها مرة ثانية وجاب حد يتعاطى معها مشاكل اللي تقول واللي تطرح يتعاطى معها قضية اللي قامت قضية القانون هذا اللي في أخبار حرية الصحافة اللي قيمت الناس تتكلم والقوى السياسية وذا النوع تم التراجع عنه اللي نكلموا في قضية المفسدين اللي هون قامت الناس وأنا منهم إنهم ما معقول يتموا يستمروا ويتموا هذا ونقزوا كثريتهم اللي العالمين بيه منهم ونقزوا رموزهم بعد ونقزت خلق شيء قانون جنسية اللي اشتكات منه الناس واللي كان مؤذي جدا تم تعديل قانوني يتيح لهم يعودوا مواطنين ما يتم محاربة هذه القوة الخيرة اللي هاجرت عن موريتان قاع فرصة عليه بسوء الظروف محاربتها في هذا تم شين قالوا التعاطي معه معناه القوة السياسية تم التعاطي معه هذا ما هي نفس الحالة اللي كانت القوة السياسية في ذيك الفترة لأسباب مختلفة ربما بعضها منه هو بعضها من الآخر مشذ الحملة إلى 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 أقصى درجة الشيء الآخر ذيك الساعة استطاعت الدولة أنها ما هو الدولة عفوا محمد والعبد العزيز أو النظام بشكل أكبر أنه يخترق الموالاة وعادت الموالاة ضد المرحوم سيدي والشيخ عبد الله هذه الحالة ما يخالق هذا منادم ما ضد الموالاة الشيء الآخر القوى العسكرية والأمنية كانت واقفة ضد هذه ما يوحى الحالة نفسها الشيء الآخر والأهم من ذا كامل نسبة الوعي ما تلات هي نفسها لم يعد بالإمكان خداع الناس بذمن السهولة وتعبئتها طيب هل يعني هذا حد كامل ينادي بحل المشكلة الأسعار أو تخفيفها أنه عميل أنه خاين لا كل إنسان طبيعي من الطبيعي يطالب شين قاله
يطالب بحث عن حل. طبعا الحلول احيانا تقبض وقت، واحيانا تعود ما تصح، وحسب ظروف كل بلد. يقولوا لك وحدين مثلا رفع الجمركة عن المواد الغذائية، مثلا السكر. نشوف الحالة السنغالية والحالة الموريتانية. السكر في السنغال عليها 30%، في موريتانيا عليها عندي أنا فيما أظن 8%، ما هي نفس الحال. إلى أن قلعت قاعدة إلى 8%، السكر ما هو لاهي الزيادة اللي تخف اللعبة 8% في حالة التجار ما تلاعبوا مال. هذه لابد أن تحسبوها. الشيء الثاني، الدولة اللي انتفقد ياسم من مداخيلها في ظل أزمة كورونا، وظل 5 مليارات دولارات من الديون اللي خلى محمد بن عبد العزيز، اللي ما يبقى عنده سيولة، ايش لا يتعدل؟ تعرف ايش لا يتعدل اللي ما تقول عنده سيولة؟ لا يتم تطبع وتوفع على ينقال سحب على المكشوف، سحب العملة على المكشوف، تعود لوقية كيف تلي خلي فياس من الدول الإفريقية، تم لا تطبع وتوفع. يا ما عندهش، تم لا تحوز عليها وتطبع وتفقد العملة قيمتها. أحيانا أخرى في مشاكل ثانية، في مشاكل انت مثلا مارو الأجنبيين تقلع عنه الجمرك، لا ينهار قطاع مارو موريتانيا، يعود ما يعود خارج المنافسة، عشرات آلاف الناس الواحدة فيه، وسنين وسنين من الاستثمار فيه، قد يعود فعلا ما فات عاد اكتفاء ذاتي ولا فات يقر. ذا هو يم حماية المنتجات تم في البداية تعود ضعيفة، تحميها بجمركة مرتفعة للمستورد، إياك تم تنمى لين تفوت تنمو وتكبر، إيه أرانك وقتها قاعد قلعد يقر ضغط يتعدلوا لي نار القطاع. معناها الدولة تتدبر تحل تبحث يقر في إطار المعقول، يعني ما نطالبوا بالخيال العلمي. يعني كيف نقول المولى البوتيق اللي زاد عليها ما يعنينا، لا دبرنا ما يعنينا، ماشي قال له فعلا قد تقلعش من ربحك يقر ما تقد تخفض الأسعار لين تعود من عند المصدر لاحق ولا إشكال. يعني هذه هي الفكرة الأساسية، واللي نبغي نقول إن هذه أزمة شنقال عالمية وسد لا يتخطم مالي، وذا اللي يخطون الناس، وهذه فكرة القز الإلكتروني اللي يجمع شمل الغوغاء وحاولوا تخويف الناس. حد مازال ويرعبوه ذا النوع من الناس؟ حد مازال يخاف من يقول الحقيقة به؟ الخوف من تهجم الناس هذا مازال في مرحلة مبكرة من الوعي ومن الفهم. وشكرا جزيلا.